والآن وقفتنا الخاصة بأخبار الطقس واستعراض الحالة الجوية. مرة ثالثة مرنا إيهاب. شكرا لكم هبة ومحمد، والآن وقفة أخيرة مع أحوال الطقس. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الأحد طقس بارد في الصباح الباكر معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرية والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما يسود طقس بارد ليلا على كافة الأنحاء. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن الجمهورية: القاهرة درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 11، الإسكندرية العظمى 19 درجة والصغرى 13، مطروح 18-11، بورسعيد 20-11، والإسماعيلية 20-10. أما عن محافظة السويس فدرجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 10، العريش 19-10، طابة 18-11، شرم الشيخ 22-13، والغردقة 22-12. أما عن الأقصر فدرجة الحرارة العظمى 21 درجة والصغرى 8، أسوان 21-10، الوادي الجديد 20-6، شلاتين 24-16، وأخيرا حلايب 22-15. والآن نستعرض مع حضراتكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.